اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. يعتبر الفنان يحيى شاهين من أشهر نجوم السينما المصرية في الزمن القديم، تميز بموهبته الكبيرة وقدرته العالية على تقديم أفضل ما لديه، أحبه الجمهور بشكل كبير، واستطاع أن يحقق النجاح في كافة أعماله، كما إنه كان الفتى الأول في الكثير من الأفلام التي قدمها في زمن الأربعينيات. أنتم تشاهدون قناة قصة حياة على يوتيوب، وهذه هي قصة حياة وأسرار يحيى شاهين. ولد يحيى شاهين بتاريخ 28 من تموز يوليو من سنة 1917 في ميت عقبة بمدينة الجيزة المصرية. بدأ حبه للفن عندما كان طالبا في المدرسة الابتدائية من خلال التحاقه بفريق التمثيل الخاص بالمدرسة، وبعد مدة قصيرة من الزمن أظهر إبداعه وتميزه وأصبح الشخص الأساسي الذي يرأس هذا الفريق. بعد انتهائه من الثانوية التحق بكلية الهندسة وتخرج منها حاصلا على إجازة في هندسة النسيج، وبعد تخرجه انتقل إلى مجال العمل فعمل في شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لكن بقي حلم التمثيل يطارده بالرغم من كونه مهندس نسيج. استمر يحيى شاهين بالبحث عن فرصة تجمعه بمجال الفن، وبالفعل بعد فترة من الزمن التقى بالممثل بشارة واكيم الذي أعجب به وشجعه واقترح عليه أن يقوم بالانضمام إلى الفرقة القومية للتمثيل، لكن الفرصة الكبيرة التي ظهرت في حياته كانت عندما التقى بالفنانة فاطمة رشدي التي كانت تبحث عن وجه جديد للفرقة، وعندما التقت به أعجبت بموهبته فقامت باختياره مباشرة من أجل الانضمام إلى فرقتها. كانت بدايته الفنية بين المسرح والسينما، حيث إنه قدم العديد من المسرحيات من ضمنها مجنون ليلى، روميو وجولييت، كما إنه قدم بعض الأدوار الصغيرة بداية في مجال السينما، حيث إنه قام بالمشاركة في فيلم دنانير بدور صغير جدا سنة 1939، فيلم لو كنت أغني سنة 1942، وبالرغم من الدور الصغير الذي شارك به في هذا الفيلم لكنه استطاع أن يلفت الأنظار إليه بشكل كبير، ومن هنا بدأت شهرته. سنة 1945 حصل يحيى شاهين على دور البطولة للمرة الأولى من خلال فيلم سلامة أمام كوكب الشرق أم كلثوم، ومن شدة رقي الفنانة العظيمة أم كلثوم قامت بتناول الفطور معه أثناء جلسة تصوير هذا الفيلم لكي لا تشعره بأنه ممثل صغير في تلك الفترة، وسألته بشكل مباشر عن الأجر الذي سيحصل عليه من خلال هذا الفيلم، وعندما قال لها أنه سينال 150 جنيها فقط ذهبت إلى المنتج وأخبرته قائلة إذا لم يحصل على 600 جنيه فهي لن تكمل تصوير هذا الفيلم. وبالفعل اضطر المنتج إلى زيادة أجره إلى المبلغ المطلوب، وهذا العمل الإنساني الذي فعلته أم كلثوم للفنان يحيى شاهين لم ينساه طوال حياته. بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال هذا الفيلم بدأ بالحصول على الكثير من البطولات من قبل المنتجين، حيث إنه أصبح فتى الشاشة الأول في تلك الفترة، فقدم أفلاما كثيرة منها عواصف، كانت ملاكا، قسمة ونصيب وغيرها العديد، ثم قرر بعدها أن يتفرغ بشكل كامل لمجال السينما تحديدا سنة 1946، وأبهر الجميع بكافة الأعمال السينمائية التي قدمها.
في بداية الخمسينيات انتقلا لتقديم شخصيات مختلفة، حيث قدما دور الشيخ في الكثير من الأفلام، ومنها ابن النيل سنة 1951، بلال مؤذن الرسول سنة 1953، وفجر الإسلام سنة 1971. كما إنه قدم العديد من الأفلام أمام أجمل الممثلات في تلك الفترة، منها عندما شارك في إرحم دموعي أمام الفنانة فاتن حمامة، الملاك الصغير أمام زبيدة ثروت، وقدم ثنائيا رائعا مع الفنانة ماجدة، وشارك سويا في أكثر من فيلم في تلك الفترة، ومنها قرية العشاق، مرت الأيام، وغيرها. في الستينيات بدأ يحيى شاهين بتجسيد شخصية الأب في العديد من الأعمال السينمائية، ومنها بين القصرين سنة 1962، وكان هذا العمل الأشهر في تلك الفترة، كما إنه شارك في فيلم الإخوة الأعداء وفيلم إسكندرية ليه. في الثمانينيات بدأت أعماله تقل عن السابق، حيث إنه قدم في تلك الفترة بعض المسلسلات، ومنها الأب العادل، وكان آخر ظهور له على الشاشات من خلال فيلم أولاد ضرغام والجزء الرابع من مسلسل القضاء في الإسلام، وكان كلاهما سنة 1993. حصل يحيى شاهين خلال مشواره الفني على الكثير من الجوائز، منها الجائزة التقديرية الذهبية عن فيلم نساء في حياتي من مؤتمر فينيسيا الدولي، والعديد من الجوائز التي نالها من خلال مهرجان القاهرة السينمائي، كما إنه حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة من قبل الرئيس جمال عبد الناصر، والكثير غيرها من الجوائز. تزوج يحيى شاهين مرتين طوال حياته. في المرة الأولى عاش بعض الأحداث السيئة التي أوصلته إلى حالة حزن شديدة، حيث إنه تعرف على سيدة مجرية كانت في تلك الفترة مطلقة ولديها طفلين، وتزوج منها سنة 1959 وأنجب منها ابنتين. لكن بعد فترة من الزمن، وتحديدا بعد 6 سنوات، قرر الانفصال عنها لعدم التفاهم بينهما. لكن نهاية تلك العلاقة لم تكن سلمية، لأنه عندما طلقها قامت بمعاقبته وأخذت بناته وسافرت بهما إلى المجر وحرمته من رؤيتهما إلى الأبد، فدخل في حالة اكتئاب شديد وشوق لرؤية بناته واحتضانهما، وبقيا 2 متتاليين في عزلة بعيدا عن المجتمع. بعد الكثير من الإصرار من قبل أقاربه على أن يتزوج مرة ثانية ويستقر في حياته، قرر يحيى شاهين الزواج من السيدة مشيرة عبد المنعم، وكان مهرها عبارة عن خاتم سوليتير قدمه لها، وقاما بالاحتفال في إطار بسيط جدا ضمن العائلة، وأنجب من زوجته هذه ابنته داليا، وبدأ في تلك الفترة يكبر في العمر، فقرر العيش ضمن حياة هادئة مع عائلته. في إحدى المرات عندما كان يجلس مع الدكتور إبراهيم بسيوني، قال له أنه شاهده في رؤيا مع مجموعة من الأشخاص مجتمعين حول النبي سليمان، فذهب نجمنا إلى الشيخ الشعراوي وتساءل عن هذه الرؤيا، فقال له أنها رؤية خير طالما كان فيها أحد الأنبياء. وبعد فترة وجيزة من الزمن توفي الفنان يحيى شاهين بتاريخ 18 من آذار مارس سنة 1994، حيث إنه كان بعمر 75، وقيل أنه توفي بعدما أدى مناسك العمرة في المسجد الحرام، ودفن في مقابر 6 أكتوبر، وكان من خيرة الناس، وترك بصمة لا تنسى في تاريخ السينما المصرية. كانت هذه هي قصة حياة الفنان يحيى شاهين، قدمتها لكم من قناة قصة حياة.
اكتبوا لنا في التعليقات ما رأيكم بهذا النجم القدير، وما هي الأعمال التي كانت من بطولته وأحببتم مشاهدتها. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا أن نقر على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ومشاركة رابط الفيديو مع الأصدقاء. أما إذا أردتم مشاهدة المزيد فاختاروا أحد الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامكم الآن.